السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء شكرا لكم على رسائلكم التي وصلتني بخصوص القصة الماضية، شكرا جزيلا لكم، صلوا على النبي المصطفى. أما في فيديو اليوم بخصوص الزلازل التي حدثت أيها المشاهدين، هذا الشخص ما كاش فيكم لما يعرفوش، يعني أعتقد أن معظمكم تكونوا تعرفوه لأنه يعني طباخ مشهور في تركيا، مشهور بالكولابوراسيون تاعو التي عملها مع شركات وماركات كبار في الأكل مع أشخاص مشهورين. يعني شوفوا لحظة التحول تاعو في تيك توك، يعني ملامحه تغير، شوف معي مليح. يعني هنا راه يتكلم على الزلازل الى اخره. انا شخصيا لا افهم اللغه التركيه، ولكن كاين هناك مقاطع. هذا اول فيديو له في وقت الزلازل، يعني ولا واحد كان ينتظر في هذه الحادثه. هنا بدايه تقديم المساعدات. بدايه تقديم شو البرد، يعني الثلج وشتا، وزيد على ذلك حدوث الزلزال. يعني الأمر اللي هذا الشخص معتادين عليه، احنا نشوفه الضحك والابتسامة في وجهه، ولكن يبكي. أول مرة تشوف هذاك الوجه الضحك يبكي. يعني باش تشوف بلي الأزمة هذه ليست أزمة سهلة. الوجه الضاحك المبتسم اللي دائما تشوفوه اختفى في هذا الزلزال، يعني شو راه يبكي. اول مره انا شخصيا نشوفه يبكي، والله ما فهمت كلمه، والاشخاص اللي فهموا التركيه ترجمونا في الاسفل، ولكن انا متاكد انه يحكي الاحداث التي وقعت. وانا شخصيا من بعيد لما نشوف تلك الصور في تركيا وفي سوريا يحزن القلب وينقسم القلب. المساعدات، طبيعه الحال واقف على المشاريع تاع التبرعات الى اخره. هنا نقطة مهمة جدا اعزائي المشاهدين، هنا في وقت الصح الانسان يبان لي حب بلاده، يعني اي انسان حب بلاده واجب عليه، يعني كيما تحب امك يعني واجب عليك تحب بلادك. لذلك الانسان اللي يعني شو يقول لك ما نحبش بلادي الى اخره، حتى في ديننا احنا لازم علينا احترام ولاة الامر، يعني في ديننا هذه لازم علينا نحترم ولاة امرنا. وفي وقت الشدة يعني إذا ما لقاتكش بلادك وقتاش تلقاك؟ قادر واحد يجاوبني يقول لي أنا بلادي كي احتاجتها ما لقيتهاش. لا، احنا نحتاج الله عز وجل إلى آخره. بلادنا يعني عايشين فيها فقط كمنطقة جغرافية، أما يعني ماشي هي بلادنا اللي حتحركنا وهي اللي تعطينا موتيفاسيون، هي اللي تعطينا لا ديسيبلين، وهي اللي تعطينا الأفكار، وهي لا، بلادنا توفرنا الأمن، توفرنا النقل، توفرنا بعض الأمور البسيطة وإحنا نخدموها. هذه هي، يعني هذه رسالتي لكل الناس بدون استثناء، سواء كنت جزائري، مغربي، تونسي إلى آخره. بلادنا هي بلادنا، كل واحد يحترم بلاده. ولكن كان نقطة أيضا مهمة، إذا تحب بلادك لا يعني بالضرورة أنك تكره بلادات الناس، لا، كما أنت تحب أمك لا يعني أنك إذا تحب أمك أنت تكره أمي، مشي بالضرورة، يعني مشي عيب. لا ريت جيت نفهم تركيا من أجل هذا الفيديو. كان بعض الأشخاص تحت الأنقاض يسمعون أصواتهم، ولكن لعدم توفر بعض المعدات وخاصة في دولة سوريا لا يتمكنون ولا لم يقدروا على أن ينقذوهم. وكان في بعض المناطق رائحة الأموات أصبحت يعني في كل مكان، وكان هناك بعض الأشخاص يعني كانوا يديروا أصوات في البداية ثم لم يتمكنوا من الوصول إليهم بسبب كثرة المنازل والبيوت التي انهدمت وطاحت. يعني ما قدروش يوفقوا، يعني السلطات التركية ما قدرت توفق بين هنا وهناك، حتى السلطات السورية ما قدرت توفق يعني بين هذا المبنى والمبنى الآخر إلى آخره. ليس بإمكانهم أنهم يساعدوا كل الأشخاص في كل مباني في وقت واحد، يعني صعبة جدا يا المشاهدين. أجواء صعبة جدا وشاقة جدا، استغفر الله العظيم الذي لا يعني. يا سبحان الله، يعني هذا الوجه اللي كان ضاحك اليوم ليس بضاحك، باش تفهم باللي دوام الحال من المحال في الدنيا. يعني انا مانيش فاهم الكلمات اعزائي المشاهدين، حتى في التعليقات يعني بعض الاشخاص يقول لك يعني اول مره نشوفه، يعني كيما هذا الكومونتير صافي ترو بيزار دو نو با لو فوا سوغيغ. يعني قلت لك باللي امر غريب جدا اني نشوفه ولكن بدون الضحكه في وجهه، وصح حقا هذا الامر حقيقي، يعني غريب امره،
ولكن هذه الدنيا وهذه الحياة أعزائي المشاهدين. أو كوزان بوغك يعني ليس بالأمر سهل، يعني حيوانات شردت، أبناء شردوا، أولياء ماتوا، أولياء ماتوا أبنائهم. هناك يعني لنا العادة أن نشاهده في المكاش واحد، يعني خاصة في تركيا لأنه ابن بلدهم، مكاش واحد يشوف شاف بوراك وما يتأثرش به، لأنه يعني نعرفوه من اللي كنا صغير، يحرك فيك شيء حتى وتكون في أزمة، يعني تشوف شاف بوراك يعني يطلع لك المورال، وكأنك تتكلم على شخص مثلا في الجزائر تكون سعيد تسمع يعني، ولا تشوف شخص يعني مشهور في الجزائر، ولا تكون في المغرب يعني تكون تسمع ولا تشوف يعني مدرب وليد رقراقي، ولا انت تكون في الجزائر تشوف يعني جمال بالماضي، يعني شخصيات مثل هذه محبوبة، شخصيات مثل هذه يعني لما تشوفها تساعدك معنويا نوعا ما، خاصة الأطفال الصغار. شوف الطفل هذا مسكين راح يجي عند بوراك يعني عنقه عطاله حضن. أنا الله أعلم الكونتكست تاع الفيديوهات هذه الله أعلم، ولكن صراحة الأمر اللي نبهني وشدني إليه هو أنه هذا الشخص ضاحك، دائما ما نشوفه يضحك، دائما ما نشوفه مبتسم بعد حدوث ما حدث، ضحكة فارقت وجهه، ولكن هذا أمر يعني أمر الله عز وجل، وهو صراحة بين بأنه قدها ويعني قدم مساعدات وعاون وساعد وضحك وضحك الناس وحاول أنه يسعد الناس إلى آخره. المهم يعني قام بما عليه، قام بمجهوداته، ويعني حضر المأكولات هو وذاك سالت باي، هذاك الشخص يعني الطباخ الماهر اللي يدير الملح هكايا. المهم يعني تركيا وسوريا في معاناة، إن شاء الله ربي سبحانه يساعد إخواننا ويكون معهم إن شاء الله ويعوضهم إن شاء الله، ليس بالأمر السهل نهائيا. اللهم يا ربي وفقهم وانصرهم وعوضهم يا رب العالمين. وأنا في آخر هذا الفيديو أريد أن أشكركم جزيل الشكر على مشاهدتكم لهذا الفيديو، وادعوا لإخوانكم في التعليقات، لأنه مهما كان هذا مسلمين، وكان بعض الكلمات تقول لك نظام بشار الأسد، ما بشار الأسد، ليس بشار الأسد من هو تحت الأنقاض، وإنما شعب أطفال صغار نساء هم من تحت الأنقاض، يعني إذا ذهبت وأنقذت أشخاص في تلك المنطقة فهذا أمر إنساني، يعني أنك تنقذ في البشر ماكش تنقذ في رئيس ولا في ملك، حتى وإن كان رئيس من تحت الأنقاض هل لا تنقذ؟ تنقذه بالسيف عليك، يعني هذه هي واجبات الحماية المدنية وهذه واجبات الأشخاص الذين يساعدون. أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين، نلتقي في فيديو القادم إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.